البعض بيقول يا شيخ كيف عم بتقول الله موجود بلا مكان ولا يسكن السماء، مع انه بالحديث يوجد كلمة في الفاء والياء، لانه هي الجارية شو قالت؟ قالت في السماء. طيب، ونحن حنقولكم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وهو الله في السماوات وفي الأرض. شو بيقولوا هلا؟ الله ساكن الأرض؟ بيقولوا لا 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 لا، مش على الظاهر، نؤولها. ليش بدكم تأولوا هذه ولا تؤولون تلك؟ بيقولوا لأنه يعني جهة تحت لا تليق بالله، جهة فوق تليق بالله. منقول لهم يا مجانين يا مجانين يا جهال، هل الله يتشرف بأحد من خلقه؟ الله لا يتشرف بجهة فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء. الله لا يتشرف بخلقه، جهة فوق وجهة تحت لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فهني شو بيقولوا؟ لا، إذا كان ظاهر الآية أو ظاهر الحديث أن الله في جهة تحت نؤوله، أما إذا كان ظاهر الحديث أن الله في جهة فوق لا نؤوله. على زعم الجهة فوق تليق بالله وجهة تحت لا تليق بالله، مجانين هون جهال. الله لا يتشرف بأحد من خلقه، وشو بيعملوا بالحديث؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شو بتقولوا الله؟ انه الله تعالى ساكن الارض؟ بيقولوا لا 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 لا، تؤول. طب ليش بدكم تؤولوا هاي ما بتؤولوا تلك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فاذا يا احبابنا، الله سبحانه وتعالى يقول وهو الله في السماوات وفي الارض، معناه الله معبود في السماء ومعبود في الارض. فليس هناك متمسك للوهابية ان يقولوا انه الله ساكن السماء بدليل قول الجارية في السماء. ما انا عم اقول لك الله قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، هل تقولون على الظاهر والله ساكن الأرض؟ فهذا تذبذب. فلذلك عم أقولكم لابد من التأويل لحتى لا يؤدي ذلك إلى تضارب وتعارض القرآن، الآيات بالآيات والأحاديث بالأحاديث والآيات مع الأحاديث. يا أحبابنا الكرام، فإذن وهو الله في السماوات وفي الأرض. كمان لأولئك الذين يتمسكون بكلمة في، أنه كيف أنت عم بتقول الله لا يسكن السماء والجارية قالت الله في السماء؟ قلنا لكم الله في السماء معناه عالي القدر جدا. ولكن لأولئك الوهابية ومن لف لفهم الذين يقولون الدليل أنه الله ساكن السماء قول الجارية في السماء، اسمعوا هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هون مكتوب في السماء إله وفي الأرض إله. شو بيقولوا؟ لأنه مكتوب وفي الأرض إله، معناه الله سبحانه وتعالى ساكن في الأرض. قوموا نطوا يا زلمة، فايتين بالحياة الجماعة، ما فهمنين كوع من بوع. قالوا بيظنوا أنه هن على الإسلام. أي إسلام هذا الذي تعتقدونه على زعمكم؟ المفاجأة الكبرى لما يشوفوا ملك الموت اللي اسمه عزرائيل، مع أنه هن بينكروا أنه اسمه عزرائيل، لما يشوفوا ملك الموت عزرائيل، هون شو السوربريز الكبرى، هون المفاجأة الكبرى، أنه الواحد منهم ظان بحاله كل حياته على دين الإسلام وهو ليس بمسلم، وبيجي عزرائيل بيقول له أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه، ما بقى في رجعة، خسر الدنيا والآخرة. فلذلك يا أحبابنا الكرام، لا يوجد متمسك للمشبهة الوهابية بقول الجارية في السماء، كما ليس لهم متمسك في قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وليس لهم متمسك أيضا لقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هون يوجد في الأرض إله، وبالآية الأخرى وفي الأرض. ماذا يقولون؟ الله ساكن الأرض. ما هذا التذبذب يا أحبابنا الكرام؟ ثم يا أحبابنا الكرام، لأولئك الذين يقولون إن الله ساكن السماء لأن الجارية قالت في السماء، منقول لهم الله رب العالمين قال في القرآن الكريم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هكذا قال ربنا يوم القيامة لما ينفخ سيدنا إسرافيل بالبوق بالصور، شو بيصير؟ يصعق من في السماء، مين يعني؟ الملائكة، ويصعق من في الأرض. الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، من في السماوات. إذا قالوا الله ساكن السماء، شو بيقولوا يوم القيامة؟ يصعق، والعياذ بالله تعالى.